مشاكله للبشرة لوجنة النساء الجميلات تتصبغ وجهن بسبب الحمل، الاضطرابات الهرمونية، حبوب منع الحمل، التعرض للشمس، كل هذه تحدث تصبغات. الكلف هو وجود اللون الداكن الغامق اللي بيظهر على الوجنتين أو على الجبهة مع الوجنتين أو تحت الدقن، تحت الفكين أو على الرقبة أسفل الأذن. كل هذه مظاهر تشوه المنظر الجمالي للوجه الجميل، لوجه المرأة، حتى تتخلص منه المرأة بأبسط الطرق. ذكرت في وصفة سابقة تتكون من الزبادي، اللبن الزبادي، وبعدين الصنفرة بالليمون والسكر الناعم، وأنه هذه ممكن تزيل الطبقة لو كانت خفيفة وخاصة في بدايتها، وبالتالي ممكن تكررها مرة واثنين وثلاثة في الأسبوع، ثم مرة ومرتين في الأسبوع، ثم مرة في الأسبوع، ثم يكفيها مرة في الشهر أو عند اللزوم، أو ممكن تعملها نوع من الاحتياط للمحافظة على نضارة بشرتها. هذه الوصفة السابقة. الآن تابعوني في الوصفة لحالات الكلف الشديد اللي متغلغل فيه الوجنة، واللي متغلغل في البشرة، واللي بيعمل نوع من التصبغات العنيدة في إزالتها. في هذا الفيديو سيكون هناك وصفة تزيل كل أنواع الكلف اللي موجودة، وإن شاء الله حتكون مفيدة جدا. تابعونا. أحبتي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الكلف كما ذكرت في المقدمة هو تصبغات جلدية دائما بتحصل نتيجة اضطرابات هرمونية في فترة الحمل والدورة الشهرية وما بعد الولادة، وأيضا للنساء اللي بتتناول حبوب منع الحمل، أو للفتيات أو النساء اللي بتعرض للشمس، وبالتالي بيصير نوع من التصبغات، ودائما بتكون في منطقة الوجنتين على الوجه في الجبهة أسفل اللحية أو الذقن أو الفكين وأسفل الأذنين، وبكون منظرها مشوه وبتشمئز، ممكن يؤدي إلى الاكتئاب لما تشوفها. تستطيع أن تزليها بسهولة جدا وتكرر الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع، وتكون مزيلة ومبيضة للبشرة. ودائما هذه التصبغات بتكون في النساء اللي بشرتهم داكنة، أو في الأشخاص اللي بشرتهم داكنة. أما بشرتهم فاتحة بيكون هناك نوع من الإحمرار تؤدي إلى أن شبه بالحساسية، وأيضا التصبغات تؤدي إلى اللون الزهري أو الخفيف، لكن إزالته واجب بنفس الطريقة، بكون أخف لكن إزالته أسهل كمان. طيب إيش الوصفة هذه بدها تتكون؟ في عند العطارين خشب الصندل، نبات الصندل خشبه ولحاؤه، ممكن ناخده مطحون من عند العطارين، وأيضا محتاجين عصير حبة بطاطس، بناخد 3 معالق من خشب الصندل أو معلقة ومعلقتين حسب مساحة الجهة اللي المنطقة، المساحة اللي بدك تعمليها. تستطيع تعملي التحضيرة تكفيك أسبوع 3-4 مرات في الأسبوع، وكل أسبوع تعملي مرة أخرى. محتاجة عصير البطاطس، بتضلك تحطي من العصير إلى أن تتكون مادة لينة زي السحلب كده، عجينة كريمية، بحيث لما تبللي أصابعك بتدهني على الوجه. دائما لما نستخدم أي ماسك الوجه بنقول اغسل وجهك بالماء الدافئ عشان تتنشط الدورة الدموية وتكون فعالية الماسك أكثر، تتفتح المسام، تنفخ الخلايا. حطينا الماسك، لو أنا محتاج تبييض أكثر خاصة للبشرة الداكنة بحط 0.5 معلقة أو 0.25 معلقة من الكركم الأصلي. تنتبهوا يا عطار، رجاء إذا كان هذا الكركم اللي أنت طاحنه أصلي ما عليهوش تصبغات، بحط منه هذا الكركم. وبإمكاني أستخدم زيت البابونج، زيت البابونج مع عصير البطاطس والكركم بيديني نتائج أفضل، أو وصفات أخرى بندخل فيها زيت البابونج. أحبتي، عملت الخلطة صارت زي الكريم، عبارة عن مسحوق خشب الصندل، عصير البطاطس،
كركم، هذول الأساسيات. بإمكاني أحط نقاط من زيت البابونج لأنه مفيد للبشرة ولنضارتها ولتفتيح البشرة. بقى أدهن الوجه بطريقة إيش؟ بالتدليك. يعني أنا دهنت الوجه، عملت الماسك مع طريقة التدليك وليس مجرد دهن وخلاص، لا، تدليك وتركه. ممكن أحتاج تلت ساعة أو نص ساعة أو ساعة حتى تجف، يعني ما بزلهوش إلا لما تجف هذه الخلطة الماسك على الآخر. هنا لما يجي جيف بيبقى بدك تفرك فرك، بمعنى صارت الصنفرة على الناشف بتأدي مفعول أكثر. بسنفر الوجه صنفرة وبأبدأ من دائما من أسفل إلى أعلى، إلى أن لو حطيت على الأنف ببدأ من الأنف على الجبهة وبنزل على الوجنتين، على الوجنتين ثم أسفل الفكين ثم أسفل الأذنين أو الرقبة. بأفضل أدلك فيها ممكن تأخذ معاك 10 دقائق أو أكثر وأنت قاعدة بتسنفري وجهك بهذه الخلطة المغذية اللي بتشيل كل الديب الغامق، يعني الكلف اللي تغلغل في الطبقات الجلد ممكن كلها تشيلها، وبالتالي حتدي إلى حدوث بشرة جديدة. كل اللي صار فيها تصبغات خارجية شبه انشالت. بكررها مرة أو اثنين في الأسبوع وحينتهي، يعني خلطة واحدة بتشيليها في التلاجة بعد ما اللي زاد منك وبستخدمها. هنا الآن أنا فركت وجهي وصار شبه معلهوش أي شيء، ما أستخدم تلقائي اللي هو ماء الورد الدافي المبلل في القطنة وبصير أمسح هذا هذا المحلول. حتى لو بإمكاني إني مسحت أنا شطفت سريعا بالماء الدافي ثم بماء الورد علشان أنا أحافظ على نضارة البشرة. ماء الورد أفضل شيء بعد الماسك للمحافظة على البشرة ونضارتها، وعشان يعطي نتائج، يعزز النتائج السابقة اللي أحدثها الماسك اللي أنا شلت فيه الكلف واللي موجود فيها. لو كان هناك حبيبات من النمش هذه لها معاملة خاصة، النمش اللي هي البقعة السوداء لها معاملة خاصة بالثوم، فقط بتعمل الثوم بطريقة رفيعة جدا يلامس هذا الجزء بس، لأن الثوم إذا لامس الجلد بيعمل احمرار وحساسية. الجزء الأسود هو عملية تنقير كذا إلها من عصارة الثوم، أو إذا بشرت الثوم وأخذت عصرتها وجبت نكاشة الأذن أو عود رفيع زي نكاشة الأسنان بللتي وصرت تحطي على كل واحدة من مين؟ من النمش الأسود نقطة 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 بنزال. لو كررتي يوميا مرة أو مرتين وخاصة في الظل كلها بتروح النمش، وبعدين بعد ما تشيل النمش بتعملي إزالة للكلف بإذن الله بتحصلي على بشرة نضرة وعلى وجه جميل مشرق، زائد ماء الورد بيديله النضارة. زيت البابونج لو استخدمتي أيضا بيكون مفيد جدا لتغذية البشرة. في وصفة أخرى تتعلق في تبييض البشرة حتتكون من مكونات أخرى، فتابعونا. تكرر الوصفة هذه حتى تزول كل الأعراض، ثم بعد هيك للتجميل تستطيع تستخدميها مرة في الشهر للمحافظة على جمالك ونضارتك، والابتعاد عن المكونات اللي فيها الكورتيزون، لأني كما ذكرت سابقا الكريمات اللي بيركبوها الصيادلة اللي فيها الهيدروكوينون اللي هو مبيض مع الهيدروكورتيزون البراهم اللي بتنعمل وبتنخلط وعشان تعمل نوع من الصنفرة، الكورتيزون لما يمتص قريب من العين حيؤدي إلى تلف الأعصاب وأهمهن العصب البصري. لا سمح الله مع التقدم في السن بصير المياه الزرقاء والكتراكت المياه البيضاء، وهذا إحنا مش عايزينه. فاشتغلوا على المواد الطبيعية بالوصفات الطبيعية لإزالة الكلف والنمش. تقبلوا تحياتي مع فريق العمل، انشروا ما يصلكم من علم، فعلوا الجرس، اشتركوا في القناة كي تكسبوا أجر نشر علم يستفاد منه. أخوكم الدكتور رمضان شمية مع فريق العمل المصاحب لهم.